في مركز البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج تم إطلاق منظومة لتعليم لغة الإشارة المتخصصة في الطب والتمريض، وده لتسهيل عملية التأهيل والتدريب على التعامل مع المريض من الصم والبكم وتشخيص كمان حالتهم المرضية بشكل دقيق. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من الدكتور عماد الصوين اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف، مدير مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. صباح الخير على حضرتك. يعني اسمحوا لي في البداية أشكر برنامج صباح الخير يا مصر وكل العاملين به لاهتمامهم بصفة خاصة بذوي الإعاقة وبصفة عامة بالصعيد أجمع. طبعا يا فندم، يعني في البداية حابين نعرف من حضرتك يعني ما تشمل عليه فعاليات تعليم لغة الإشارة طبعا داخل مركز البصيرة لتخصصات الطب. هو حضرتك كانت البداية في جامعة سوهاج إنها يلتحق بها طلاب صم صمم كامل، دي كانت بداية الاهتمام. يعني إحنا يلا يعني إحنا دلوقتي عندنا طلبة في الفرقة الثانية وطلبة في الفرقة الأولى، يعني هم من سنتين بس نجحنا إن إحنا نلحق طلاب الصم اللي عندهم صمم كامل بجامعة سوهاج. لما الطلبه دول التحقوا بالجامعه يعني بدانا نهتم بكل الشؤون الخاصه بالطلاب الصم، وعندنا اللي هو المركز، مركز نور البصيره لذوي الاعاقه بالجامعه، وده مركز بيرعى ذوي الاعاقه من 18 سنه، بدايه كانت بتاعته من 2006. بدا المركز يحتوي هؤلاء الطلاب الصم، يحتويهم بكل ما تحمله كلمه احتواء من معنى، يعني اصبح بمثابه البيت المنزل ليهم، يعني القاعات بتاعته بمثابة الورش وقاعات الاستذكار بالنسبة لهم، بينظم لهم الرحلات الداخلية والخارجية سواء ترفيهية أو ثقافية، رحنا اسكندرية ورحنا أبيدوس ورحنا أماكن كتيرة. كمان المركز أخذ على عاتقه حكاية إن إحنا نهتم بالاحتفالات العالمية بتاعتهم، يعني إحنا دايما بنقيم الاحتفال مثلا بيوم الأصم العربي والاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة. كمان من هذا المنطلق مركز نور البصيره لذوي الاعاقه تحت رعايه رئيس الجامعه طبعا استاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق اطلقنا مبادره سميناها علمني لغه الاشاره، والهدف من المبادره دي هو نشر وتعليم لغه الاشاره داخل الجامعه وخارج الجامعه. طيب قبل ما نتكلم عن المبادره دي بالتفصيل، هو في السابق ما كانوش بيلتحقوا بالكليه ولا كانوا بيلتحقوا معاهم مرافق؟ لا حضرتك، في البدايه كان في عندنا يعني بعض الحالات اللي هي لضعاف السمع، اللي هو الطالب اللي ممكن يتجاوب يسمع المحاضرات ويقدر يتمشى معاها، انما صمم كامل لا. دي احنا بصراحه بذلنا فيها مجهود كبير يا استاذ محمد علشان ايه نقدر نلحقهم بجامعه سوهاج. ده شيء عظيم. لوائح كانت عايزه تتغير ومخطبات كانت عايزه تتم مع المجلس الاعلى للجامعات، يعني بعد مجهود كبير قدرنا ان احنا نلحق الطلاب اللي عندهم صمم كامل بجامعه سوهاج. ده عظيم جدا دكتور عماد. وطبعا ده يستلزم حكايه المرافق اللي حضرتك قلته، اللي هو مترجم الاشاره اللي هيشرح له المحاضره بلغه الاشاره. هو استاذ الماده بيشرح الماده وجنبه مترجم اشاره، والحمد لله يعني احنا المركز عمل بروتوكول مع اداره التربيه الخاصه بمديريه التربيه والتعليم في سوهاج هنا، وامدونا ب 20 مترجم اشاره. هم اللي متولين العمليه دي، هم اللي حاملين على عاتقهم لغه الاشاره كلها في جامعه سوهاج. طب انا عندي بس استفسار يا دكتور، يعني لغه الاشاره في العالم دلوقتي اصبحت لغه للتعلم زي اللغات الاجنبيه مثلا عربي انجليزي فرنساوي، بقت لغه الناس بتروح تتعلمها. نعم. فعايزه اعرف هل في اقبال من الطلبه في جامعه سوهاج ان هم يتعلموا لغه الاشاره عشان يتواصلوا مع زمايلهم ولا لا؟ بص حضرتك، هم الطلبة الصم عموما، يعني أنا من خلال تعاملي مع كل الإعاقات في الجامعة، الطلبة الصم لهم حضور غريب كده، يعني أنت يعني ما أعرفش لهم قدرة غريبة على النفاذ للقلب، يعني أول ما بتعرفيهم بتحبيهم غصب عنك كده. أكيد. فهم فعلا لما انتشروا في الجامعة وفي كليتهم وفي خارج كليتهم كمان، كل الطلبة حبوهم، كل اللي بيتعامل معاهم بيحبوهم. فمن هذا المنطلق قلنا لا، يبقى هيتفاهموا معاهم ازاي؟ فاحنا من هذا المنطلق اطلقنا المبادره دي علمني لغه الاشاره، واحنا مستهدفين بيها كل الناس اللي داخل الجامعه واللي خارج الجامعه، وده كله عشان احنا نوفر بيئه مناسبه للتعامل مع هؤلاء الطلاب. هايل.
طيب اللي داخل الجامعه عرفنا ازاي هنوصل لهم وازاي هنتعامل معاهم، بالنسبه للي خارج الجامعه هنوصل لهم ازاي؟ خارج الجامعه حضرتك احنا بنقول يا جماعه احنا عندنا كورس لغه اشاره. احنا بنعمل كورس لغه اشاره في مركز نور البصيره ذوي الاعاقه، مكون من 4 مستويات، مستوى اول وثاني وثالث ورابع، وكل مستوى فيهم لا يقل عن 5 جلسات 5 ايام، وعقب كل مستوى بيحصل المتدرب على شهاده معتمده من جامعه سوهاج ان هو حضر المستوى ده وادى الامتحان بتاعه. فدي تبقى مفتوحه للجميع، الكورسات دي بتبقى مفتوحه للجميع من داخل الجامعه ومن خارج الجامعه. طيب يعني حابين نعرف كمان بقى فكرة تعليم لغة الإشارة في التخصص بتاع الطب والتمريض، هل في شروط معينة ليها ولا لا؟ لا أستاذة بسنت، هي ملهاش شروط، ويمكن هو الدافع اللي خلانا نعمل الورشة المتخصصة دي في الطب هو إن إحنا لما بدأنا نهتم بالطلبة الصم اللي عندنا في الجامعة، بدأنا نقرأ عن الصم في العالم وفي مصر وكده، ففوجئنا اني يعني انا يعني بصراحه اندهشت لما عرفت ان عدد الصم في مصر يتجاوز 7.5 مليون اصم. سبعة ونص مليون اصم يعني هم وفقا للاحصائيه الاخيره اللي عملتها الولايات المتحده الامريكيه، عدد الصم في العالم كله 70 مليون. منهم 7.5 في مصر. ده احنا كده بنتكلم في 10% من الصم اللي في العالم. طيب 7.5 مليون اصم دول زيهم زي كل افراد الشعب المصري بيمرض ويتعب وكده. السبعة ونص مليون دول يعني لما واحد فيهم يروح مستشفى او يحصل له حادثه او يروح طوارئ او كده، الاطباء هيتعاملوا معاه ازاي؟ هيئه التمريض هتتعامل معاه ازاي؟ صح، ومفيش لغه حوار. صح، من هذا المنطلق احنا فكرنا الفكره دي، قلنا لا احنا عايزين نوجد لغه حوار ما بين الناس اللي يعني اللي في حاجات مهمه جدا لازم يؤدوها للاصم، ومفيش اهم من الخدمه الطبيه. صحيح، بحيث ان هو يروح بعد كده لاي مكان مش شايل هم الناس مش هتفهمه، او مش شايل هم انه ياخد مرافق معاه من البيت يعطل حد وياخد معاه. مرافق حضرتك في الحاله الطبيه يا استاذ محمد يعني مش فعاله قوي، لان ما حدش بيقدر يعبر عن وجعه والامه واللي حاسس بيه غير المريض نفسه. صح. يعني حتى لو خد اخوه، خد والدته، خد والده، هو وكمان الطبيب بيحب يسأل أسئلة معينة ليها بعد في دماغه هو. هو عايز يعرف تاريخ المرض، المريض حاسس بإيه، حاسس بإيه دلوقتي في اللحظة دي، حاجات كتيرة جدا مش هيقدر يوصلها له غير المريض نفسه. طب دكتور يعني إزاي بيتم اعتماد النماذج اللي تخطط البرنامج؟ يعني هل بيتم مثلا بتعملوا ليهم اختبارات؟ إزاي بتعتمدوهم؟ بص حضرتك، احنا لغاية دلوقتي عملنا ورشتين بس. الورشة الأولانية استهدفت أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وطلبة كلية الطب والأطباء من الخارج، لو عايز يجي من خارج الجامعة. كانت الفكرة المبدئية إن احنا لا، إن احنا هنديهم الورشة ونديهم المصطلحات الطبية ونعرفهم إزاي. طبعًا يعني العملية ليها خطوات، بياخد فكرة الأول عن لغة الإشارة، وبعد كده المصطلحات العامة، وبعد كده بنتكلم بقى في الإيه، إزاي جالك مريض هتتعرف عليه إزاي؟ لأن برضه الحاجات دي مهمة. لو حد في الطوارئ او حادثه او كده لا قدر الله، فاحنا عايزين نعرف اسمك، عايزين نعرف انت بتشتغل ايه، عايزين نعرف عنوانك، اكيد نتصل بمين. بعد كده بقى بيدخل الجانب المهم في الورشه اللي هو المصطلحات الطبيه، الاعراض والامراض، ازاي انت تعبر انت حاسس بايه، الالم اللي عندك. يعني احنا بنتكلم في 7 مليون مواطن مصري عندهم او بيعانوا من الصم والبكم، هم من الصم والبكم عفوا، ففي الحقيقه هم ليهم حقوق وواجبات علينا كلنا كمجتمع. فان جامعه سوهاج تفكر في هذه المبادره المهمه جدا، علمني لغه الاشاره، احنا بنشكركم عليها، وبنشكركم ان انتوا يمكن بترفعوا الوعي في حاجه زي دي، ولينا احنا كمان يمكن دورنا كاعلام ان احنا نرفع الوعي تجاه مواطنين مصريين ليهم حقوق علينا كلنا. كل الشكر ليك الدكتور عماد الصوينع، مدير مركز نور البصيره لذوي الاعاقه بجامعه سوهاج، شكرا ليك يا فندم، وبنتمنى ان المبادره دي تبقى بتتعمم على جميع انحاء الجمهوريه.